فإن كان التراث المعماري للمكان لوحة فنية رائعة الجمال، ولكن ميراث الرهبنة داخل الأديرة حفظه لنا أبناء القديس أنطونيوس من جيل إلى جيل. الدير هو الأب الروحي للراهب، يحمل اسم قديسه وبنوته له، وهو أيضاً رمز للزيجة في ارتباط روحي كل العمر مع السيد المسيح له المجد. فيصير الدير عروس الراهب، يرى فيها كل سعادته ليتحد بها ويشعر بنبضها، بآلامها وآمالها، أتراحها وأفراحها. أحد رموز الدير، القمص فانوس الأنبابولة، أقدم رهبان الدير. ربنا يكون معكم يا جماعة. إن لحياة الوحدة والسكون لذة خاصة لا يفهمها إلا من أحبها. وبالرغم من انفراد الرهبان في الأديرة، فإنهم كانوا وما زالوا يهتمون بضيافة زائري الدير وعابر الطريق، إذ يرون في كل غريب صورة المسيح القائل: جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني. يشهد على ذلك الرافعة أو الفاتولي وأيضا المطعمة بجوار البوابة الرئيسية للدير. كانت الرافعة تستخدم قديماً في رفع المؤن والزائرين إلى داخل الدير، وذلك لعدم وجود بوابات للدير في ذلك الوقت. أما المطعمة فكانت تستخدم في إمداد البدو والعابرين بالطعام.